معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، أهلا وسهلا بك معنا. إذا من أصل 5 وزارات متبقية لم تمرر إلا 2، ما تفسيرك لهذا التأخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هذا التأخير يتعلق بالحقيقة في على ما يبدو في الظاهر بسبب خلافات في داخل الكتل. هناك حديث عن خلافات في الصف السني في داخل كتلة البناء، على سبيل المثال هناك جماعة الكربولي وهناك جماعة الحلبوسي، هناك خلافات فيما بينهم. هذه الخلافات أثرت على اختيار وزير الدفاع، لكن أنا أعتقد أن الوزارتين، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، الخلافات التي تحيط بهما أعمق من الخلافات الداخلية في داخل الكتل نفسها، لأن هاتين الوزارتين هما أكثر الوزارات سيادية وأكثر الوزارات تحكما من قبل السيد الإيراني ومن قبل أدوات إيران في العراق، وفي مقدمة هذه الأدوات الجماعات المرتبطة بإيران مباشرة، وخاصة في الطلاعات والتي تمثل الميليشيات، وعلى وجه أخص جماعة منظمة بدر ومنظمة العصائر. الخلافات، أنا على ما أعتقد أن الخلافات ستستمر، ربما يتقلص عدد الوزارات المتبقية، لكن في النهاية أنا أعتقد ستبقى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وعلى درجة أقل وزارة التخطيط أقل هي الأكثر عقدة فيما يتعلق هذه الوزارة الأمنية. نعم. طيب، حكومة بهذه الولادة العسيرة كيف تتوقع أن يكون أداؤها؟ الحكومة كما نعلم مضت أكثر من 7 أشهر على الانتخابات ولم تتشكل إلى الآن الحكومة. نحن نتحدث عن حالة فراغ سياسي يمر به العراق، لأنه هذه الحكومة ليست مؤهلة باتخاذ قرارات كبيرة، بما أن أهم وزارتين كما قلنا لم تتشكل بعد، ثم أن الميزانية لا يمكن استكمال إقرارها ما لم يتم تشكيل الوزارات بكاملها. الحكومة في كل الأحوال تتأرجح بين، يعني رئيس الحكومة يتأرجح بين مزاجات وإرادات كتل، والتي هي الأخرى بالحقيقة مرتبطة مسلوبة الإرادة أو متحكم بإرادتها من قبل السيد الإيراني. السيد الإيراني هو اللاعب الأساسي حاليا في التشكيل الحكومي، وقلنا وكثير من المراقبين يؤكدون ذلك بأن عادل عبد المهدي مستقبله قصير الأمد، لأنه جيء به على ما يبدو في المرحلة الأولى من أجل التوافق بين إيران وأمريكا، لأن أمريكا لم كانت ترغب باستمرار العبادي رئيسا للحكومة، وإيران أرادت أن يكون رئيس منظمة بدر هو رئيس الحكومة، والحل الوسط كان يتمثل بعادل عبد المهدي. وإيران تعلم أن هذه عملية التسويف، وهم بالحقيقة مبدعون وأساتذة في عملية التسويف والمراوغة، الإيرانيون أقصد، هذه ستنتهي بالنهاية إلى أن يزاحلق عبد المهدي بحجة أنه لم ينجح في استكمال التشكيلة الوزارية، ثم يؤتى بالرجل المناسب لإيران، الرجل الذي تريده إيران، خصوصا بعد تراجع الدور الأمريكي في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا. أيضا هناك حديث عن صراع مرتقب على الهيئات المستقلة، ما أسباب برأيك هذا الصراع على المناصب، وأين الحديث عن حكومة الكفاءات؟ هذا الصراع متوقع، وهو مسألة طبيعية جدا، وهي طبيعية ومنسجمة جدا مع مبدأ المحافظة الطائفية والإثنية الذي تقوم عليه العملية السياسية. يجب أن لا ننسى بأن هذا المبدأ يترسخ ويتجذر في الحياة السياسية العراقية، لذلك فالمحافظة ستطل برأسها على كل المفاصل مهما كانت صغيرة أو تفصيلية في المشهد السياسي العراقي. وفي مقدمة هذه المفاصل
الهيئات السياسية أو الهيئات البرلمانية التي يجري تشكيلها الآن. لا يمكن إلغاء المحافظة، ولا يمكن للساسة الحاليين أن يترفعوا عن هذا المبدأ، لأن المسألة مرتبطة بمصالح مادية ومصالح تتعلق بالفساد، لأن الفساد بالحقيقة منبع الفساد هو هذه المفاصل وغيرها وأمثالها، لأن هذه تتيح لكل السياسيين وكل الداخلين في المنظومة السياسية أو المنظومة الإدارية أو المنظومة الاقتصادية المتشابكة، تتيح لهم الفرصة من أجل كسب الحرام ونهب المال العام. لذلك من الصعب أن يتخلى أي طرف سياسي عن هذه الكعكة التي تتيحها له المحافظ الطائفي. من مالمو السويدية سيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا جزيلا لك.